اللي تقول هذه انا وكيل هذه التركه اللي هذا الرجال اللي عطوا واحد منهم استاذ قال جيبوا محمد المختار، واحد منهم قال محمد المختار، محمد المختار استاذ في معهد ورش، واحد منهم خريج الجامعه الاسلاميه، واحد يقرا في الجزائر. هذه العيلة الثلاثة تموا في الليل وقعدوا في قرية بلد زازة. أنا صارت عليهم مجموعة تتجاوز 20، عندها عربة، وجاوهم مهول في حد من الشاشرة، وجاهم وعاهم بعد ردوا حدود الساعة 11، وقال لهم زملائكم ودوركم، وانا جاوهم التامسون بالعمل وداروا فيهم جراح بالغة، واللي سمعوا لأنهم الدم سال ولادوا بالفرع هربوا عنه. قام عيال عياط ان التركة طايحة، ودفعنا واعدين ولحقناهم في حالة يرثى لها. لحقناهم واحد منهم تكسر راسه وفيه موس في القاشوش، وراكم دور تعود الشتوم في الطب، وواحد منهم تط بطنه برح، الثاني من اللي لا البط ما عرف ايش روح البال لا البط. ورفدناهم فورا المستشفى، ده بعض الجندر مارين مشات فيهم جندر شور المستشفى وتم دوائهم. وللآن الناس اللي فعلت فيهم هاي الفعلة كثير منها ما نحكم، العملية ما نحكم، عملية مخططة ومدبرة، وكانت ماشية بحكمة وفي تخطيط محكم. وخلق اتفقت متأخر من الليل ليلة الثانية عقب ليلة العيد، وفي نفس الوقت اللي احنا ما عندنا إلا نمشي، خلطة اللي خلق فيهم العطل ما عندهم إلا نمشي. وأهل من الرواية محكمة وقبولها عناصر من القرى ما يفي الموضوع. وفعلا كانت حساسية بين هاي القرى لدى فترة، يقال بعد ما كنا شاكلنا ترقي لدرجة من نوع من البطش الدني اللي ما عنده قيمة، واللي مجتمعنا ما هو متعود عليه ولا يعرفه وغريب عليه. والفاعل اللي أخوتنا وهنا وتشفالتنا، إن قرية تبعد منها 3 كيلوات، في السابق كنا احنا هم قرية واحدة، وأولاد خالنا بصفة خاصة اللي مفعول فيه القضية. وكانت رواية مثلا رواية دنيئة، لكن يبدو أنها ترعيها ناس كبار وخطط لها تخطيط محكم، وهذا هو الرد اللي عندي في القضية. والآن القضية مازالت في المستشفى مدافعات الترصد، راجينا للشفاء إن شاء الله. وهذا هو الرد اللي عندنا في الموضوع.